مساء الخير، برحب فيكم مشاهدينا وما كنتم عم بتتابعوا شاشة قناة عجمان الفضائية من دولة الإمارات العربية المتحدة وحلقة جديدة من صحة وحياة. إنه شهر أكتوبر، هذا الشهر المخصص للتوعية ضد مرض سرطان الثدي، هذا الشخص الذي تتكاتف فيه الجهود الطبية والعلمية حول العالم كافة لنشر الوعي أكثر والثقافة العامة حول هذا المرض. وتحديدا تشير آخر الدراسات بأنه امرأة من كل 8 سيدة معرضة للإصابة بمرض السرطان حول العالم. اليوم رح نبتدي معكم حلقتنا ورح نحكي عن مرض سرطان الثدي اللي بصيب معظم سيدات العالم، وهو من أكثر أنواع السرطانات انتشارا، ولكن الحمد لله أيضا من أكثر أنواع السرطانات استجابة للعلاج والشفاء. وطبعا يصيب السيدات والرجال على حد سواء، ولكن السيدات أو النساء بنسبة أعلى وفارق كبير. إذا مرحب فيكم بحلقة الليلة، وأكيد من رحب بمشاركاتكم إذا حابين تستفسروا أي استفسار فيما يتعلق بهذا الموضوع. أيضا نحافظ على خصوصيتكم إذا حابين ما تذكروا الأسماء، فأهلا وسهلا فيكم. بعد ما رحب فيكم اسمحوا لي رحب بضيفتي، بداية دكتور باميلا فوستر، عفوا باميلا مونستر، بروفيسورة في الطب العام، مرشدة في برنامج تطوير علم المداوات، مديرة برنامج البحوث السريرية في المرحلة المبكرة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو. أهلا وسهلا فيك، ويلكم دكتور باميلا. Thank you. Pleasure to be here. Thank you. أيضا برحب بدكتور رندا محمد أحمد، طبيب ممارس عام من مستشفى زليخة الشارقة. أهلا وسهلا فيك دكتور رندا. وبحب ذكر أنه مستشفى زليخة في الشارقة تستضيف دكتور باميلا مونستر في هذا الشهر لي طبعا وعي أكثر وللوصول لأكبر عدد من الناس من حيث العلاج أيضا، وببرنامجنا من حيث التوعية. مساء الخير عن جديد. بداية لما بدنا نقول سرطان الثدي، يمكن في كتير ناس بتعرف كيفية حدوثه وما هي حدوثه وشو الأعراض، ولكن أيضا هناك ناس ما بتعرف. يمكن هذا الدور السنوي بشهر أكتوبر على كافة الجهود الطبية والتعليمية والتثقيفية لنحكي عنه. خلينا نعرف من خلال دكتور باميلا أكثر بشكل عام عن سرطان الثدي. They want you to speak about the breast cancer in general. Breast cancer is a disease of females mainly, but men can also have breast cancer. Breast cancer is very common in these areas because of recent changes in lifestyle and recent changes in habits that are more conducive to breast cancer. So we are hoping with this campaign to really bring awareness to what breast cancer is and who is at risk for breast cancer and how we can reduce the risk. Okay. هي تقول انه مرض سرطان الثدي هو مرض النساء، مع انه ممكن يحدث للنساء وللرجال على حد سواء، بس الغالبيه كما معروف هو النساء. وللاسف انتشر في هذه المنطقه العربيه نتيجه للتغيرات في نظام الحياه، ونتيجه للتغيرات في العادات الغذائيه والعوامل البيئيه. فمن خلال شهر اكتوبر من كل سنه بيعملوا برنامج توعيه بيشرح فيه كل الجوانب المتعلقة بسرطان الثدي، ما هو سرطان الثدي، ما هي العوامل، ما هي الشكل العام، يعني كيفية اكتشاف مرض سرطان الثدي وهكذا. رح نحكي اليوم طبعا بالحلقة الخطوات كيفية، يعني بداية المريضة شو بتحس كأعراض مباشرة، وهل فعلا في أعراض غير مباشرة بتكون شوي صامتة يعني؟ Yeah, she's asking about the symptoms. That if there is any silent symptoms and apparent symptoms like that. So important features to look out for are changes of the breast form, changes in the skin, mm-hmm. changes in the nipple, mm-hmm. in the form, mm-hmm. Any changes up in the neck, any changes in the breast, discharge from the nipple, mm-hmm. or redness. Okay. أي تغيرات في شكل العام للثدي أو المظهر الخارجي للثدي؟ في احمرار، في تغيرات في حلمة الثدي، في تغيرات في منطقة العنق، يعني تغيير في الشكل أو في الجلد، أي تغيرات في الجلد. نعم. في احمرار أو كما ذكر سابقا قشرة البرتقالة، اللي هو يعني تحس أن حلمة الثدي نعم. داخل صاير للداخل يعني.
بدل التبرز. هذه عوارض مباشره يعني ممكن المراه تشوفها وتحسها كثير واضحه. شو العوارض اللي ممكن تكون صامته؟ يعني المراه بدها يمكن الكشف الذاتي او الفحص الذاتي بده يكون اكثر يعني تمرس. She's asking about the silent symptoms that she, the patient cannot be aware about it. Silent symptoms are growths in the breast, but the advantage of breast cancer is it often does make not silent symptoms. So often they make symptoms that you can notice. So everyone should get screening. Any woman over 35 should have the first mammogram, and over 40 annual mammogram. But fortunately, breast cancer often presents with symptoms, so it's important not to ignore the symptoms. حاليا لا يوجد هناك أعراض صامتة. ليه؟ لأنه بيجي في الوعي الكشف الدوري اللي هو بالأشعة الماموغرام. مفروض بالنسبة للمرأة سن 35 أو تحت سن 35 كل 3 سنوات. بالنسبة للعمر 40 سنة فما فوق لازم سنويا يتم هذا الماموغرام. فبالتالي من المفترض إنه لا تكون هنالك يعني عوارض صامتة. But most importantly is not to ignore changes. You know, if you feel anything, you have redness, scaling, itching, lumps, don't ignore it. And examine the breast at least once a month in the shower. ما تتجاهلي أي أعراض تحسي إنه في تغير طرأ على 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 الثدي، مثلا إحمرار، حكة، تغيرات في الحلمة، وجود ورم أو تكتل داخل الأغشية، فيجب عدم إهمال هذه الأعراض والبحث عن 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 السبب أو ما هي هذه الأعراض. نعم. والكشف الذاتي شهريا على الأقل مرة بالشهر. هذا الفحص الذاتي رح نشوف احنا هلا تقرير باللغة العربية رح يحكي عن كيف المرأة كمان بتفحص نفسها ذاتيا، ومن بعدها رح ناخذ تعليق من دكتور باميلا. إذا مشاهدينا رح نكون مع تقرير عن سرطان الثدي وبيعطينا فكرة مجملة ونرجع معكم. وقد يصيب الرجال أيضا، وللرجال أيضا أنسجة الثدي والتي يمكن أن تنشئ سرطانا كذلك. والرجال أقل عرضة لسرطان الثدي لأن لديهم خلايا القنوات الثديية أقل تطورا منها عند النساء. تختلف أعراض سرطان الثدي، وبعض المصابين قد لا يكون لديهم أعراض على الإطلاق، ومن الضروري معالجة سرطان الثدي في مراحله المبكرة، والاكتشاف المبكر يساعد في مستقبل أفضل للمرض. الكشف المبكر عن سرطان الثدي قبل ظهور أعراضه هو الهدف من عمل إجراءات الفحص الروتيني. إجراءات الفحص الروتينية الموصى بها لاكتشاف سرطان الثدي هي: الفحص الشهري الذاتي للثدي، فحص الثدي الإكلينيكي، وتصوير الثدي الإشعاعي. الفحص الذاتي للثدي هو فحص مظهر الثدي وملمسه. يجب أن تبدأ النساء بفحص أثدائهن عند سن 20، وعادة ما يكون ذلك بعد بدء فترة الحيض أو الدورة الشهرية. ويفضل القيام بالفحص الذاتي للثدي عندما لا يكون الثديان متورمين أو مؤلمين، وملاحظة أي تغير في مظهر الثدي قد تشير إلى وجود سرطان. أي كتلة، ألم، تنقير الجلد، تراجع الجلد، تغيير في الحجم أو الشكل، تغيير في لون أو ملمس الجلد، أو إفرازات من الثديين، ويجب أن تفحص فورا بواسطة طبيب متخصص. الفحص الإكلينيكي للثدي هو فحص الثدي من قبل طبيب متخصص، ومطلوب من النساء الخضوع للفحص الإكلينيكي للثدي المعروف بCBE كل 3 سنوات للنساء دون سن 39 من العمر، ومرة واحدة كل سنة لمن هن فوق 40 عاما. تصوير الثدي الإشعاعي هو نوع خاص من أشعة إكس يستعمل خصيصا للثدي. يوصي الأطباء المختصون أن يتم إجراء تصوير الثدي الإشعاعي مرة كل سنة لمن هن فوق 40 عاما، ثم مرة كل سنتين عند سن 50 إلى 74 عاما. تصوير الثدي الإشعاعي يستخدم جرعة قليلة من أشعة إكس لفحص أنسجة الثدي.
يتم تصوير الثدي الإشعاعي عن طريق تعريض الثديين لكمية صغيرة من الأشعة المؤينة والتي تقوم بإنتاج صورة للثدي. هذه الصورة للثدي ستجعل من السهل الكشف عن أي ورم صغير لا يمكن أن يحس بالفحص الإكلينيكي. استشيري طبيبك فورا إذا كنت تشكين في وجود سرطان، فهو سيحيلك إلى الطبيب المختص إذا لزم الحال. عودي معكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير المفصل نوعا ما عن كيفية حدوث سرطان الثدي وكيفية إجراء الكشف الذاتي من قبل المرأة تحديدا خلال الاستحمام، بتكون هيك أكثر يعني وضوحا. بداية خلينا نعرف منك دكتور باميلا عن علاقة سرطان الثدي بالعمر عند المرأة. About the relation between breast cancer and age in the women. Any age can cause breast cancer. Mm-hmm. So you can be 18 years old or you can be 85. So there's no, it is more common at older age. Mm-hmm. However, like you're never too young to have breast cancer. ليس هنا يعني هنالك علاقة بين العمر والإيش وال 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 والمرض، بس ممكن حتى ولو أنت صغيرة في دورة مراهقة ممكن تعاني من 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 مرض سرطان الثدي. هون بيعتمد على العوامل المسببة مثل الوراثي وعوامل أخرى حابين نعرفها. What the other causes like if I am young I can detect this breast cancer, the causes. Main risk factor for breast cancer is family history. Mm-hmm. If you have a mother, sister, siblings, or other young mm-hmm. people in the family with cancer, a main cause is obesity. Mm-hmm. Mm-hmm. We think sedentary lifestyle is an increased risk factor. Mm-hmm. Early menarche, when you get your periods very young, when mm-hmm. you get your periods very late, these are risk factors. Mm-hmm. Alcohol, not so much, but obesity, sedentary. Smoking is bad, but probably not for breast cancer, but but family history, very important. If you have mother, sister, aunt with breast cancer, that's a risk for breast cancer. أهم العوامل اللي هي التاريخ المرضي، إذا كان لديك أم أو أخت أو ابنة مصابة بالمرض، بالإضافة للسمنة والتغيير في النظام الغذائي أو نظام الحياة عموما، وكمان التدخين وشرب الكحول، بس اهم عامل من هذه العوامل اللي هو التاريخ المرضي. التاريخ المرضي قد ايه يعد اليوم السمنه نسبتها عاليه حول العالم؟ قد ايه تعد هي سبب رئيسي وليه السمنه سبب رئيسي؟ يعني ليه شو تاثيرها على هذه الخلايا لحتى يصير فيها كانسر؟ Why obesity now causing this breast cancer? Obesity like one of the causes. We Why? Think obesity has something to do with the increased hormones, increased estrogen. If you have more body fat, that produces more female hormones, and excess female hormones may be causing breast cancer. الهرمونات عموما تفرز من الغدد الدهنية، فكلما زاد عدد الغدد الدهنية أو الأسجة الدهنية فبالتالي في زيادة في الهرمونات وهذا يؤدي إلى حدوث المرض. في نقطة نغفلت عنها قبل كمان اللي هو ظهور الحيض في فترة مبكرة أو حتى أو متأخرة. أيوة ممكن برضو يكون واحد من العوامل التي تؤدي لحدوث المرض في المستقبل. نعم. إذا الشخص عنده حدا بالعائلة يعني عنده عامل الوراثي كان نساء أو رجال كمان ينصح بالكشف المبكر بعمر مبكر على باقي أعضاء العائلة يعني؟ Okay. If there is positive family history of one member of the family that they have the breast cancer, so for the other members they have to go earlier for this investigation. Yes, if you have a young family member with breast cancer, we'd like to start screening at least 10 years before the youngest member had breast cancer or other cancer. For example, if your mother had breast cancer age 45, we like to start screening 35 or even younger. لو في تاريخ مرضي فبالتالي بالنسبة لأعضاء العائلة لا يجب الانتظار حتى وصول سن 35 أو 40 قبلها بعشر سنين. أيوة يعني سيء إنه يعني إنه الأم كانت عندها المرض وهي في سن 35، فبالتالي البنت تروح هي في سن 25. أيوة يعني ما بالضرورة أنتظر لين ما أصل العمر اللي هو أصلا محدد لبداية الفحوصات.
اللايف ستايل كثير بياثر، يعني طريقه الغذاء، حتى لو شخص نحيف وليس سمين، عاد ممارسه الرياضه، التعرض للتدخين، الكحول، قد ايه هدول الاشياء هي منا عامل اساسي ولكن عامل مؤثر، ولكن اذا اجتمعوا كغذاء او عادات غذائيه سيئه او حتى لايف ستايل باد لايف ستايل كثير سيء، قد ايه ممكن يكون لهم تاثير؟ لانه بنلاحظ اليوم انه في كثير اشخاص يعني قد ايه عم بتزيد التوعيه، ولكن الناس كمان عم بتزيد على الفاست فود، على الجنك فود، على قله الحركه. قد ايه ممكن اذا اجتمعوا ياثروا؟ She's asking about if she, the patient is not obese but she had like bad lifestyle, like she's alcoholic, like smoking, and so what the possibility for the getting the disease for the normal patient, an obese patient like that? You mean normal, not obese? Not obese. I think we recognize more and more is like junk food will rarely result in a slim figure. Most people who eat a lot of junk food tend to gain a little bit bigger. And I think that's part of the problem with the poor diet is quickly you get obese, you stop exercising. Mm-hmm. And I think it's probably not as much the obesity as the lack of exercise. And as you know, in this part of the world, exercise is not very common, particularly women tend not to exercise. Mm-hmm. And it's hot, it's difficult to go outside, but nonetheless, there's no excuse, and shopping is not exercise. Good point. Good point. بتقول إن يعني عدم ممارسة الرياضة واحدة برضو من الأسباب اللي ممكن تؤدي لحدوث المرض. يعني فبالتالي أنت ممكن تحارب الأوبيسيتي بالنشاط البدني. فيعني التغيير في اللايف ستايل اللي هو في نظام الحياة وممارسة الرياضة وهي للأسف يعني شيء مش منتشر في البلدان العربية، ممارسة الرياضة بشكل عام. يعني شنو نمارس رياضة ببيتنا؟ مينيموم نحط تريدميل؟ ايوه. وبعدين نقطة مهمة، يعني واحدين بيقول لك احنا رحنا سوقنا، ففي بتقول لك الشوبينج مش رياضة، يعني انك تمشي وتقف في المحل وتاخذي حاجه وكده، فلازم ايه ما فيش حرق، لازم يكون في اكسرسايز يعني ريجولري، يعني لازم يكون في تمارين رياضيه مستمره. يعني زي ما قلتي حتى حول البيت تحركي او قومي بالعمل المنزلي يعني لحالك بدون استخدام الشغالات وكده. نعم. Typically we like to see at least 1 hour of exercise 5 times a week. على الأقل ساعة واحدة لمدة يعني 5 ساعات بالأسبوع. أي 5 ساعات بالأسبوع. 5 hours a week. إذا امرأة كانت مصابة بسرطان الثدي وتم استئصال الورم وبعدين يعني تم الإنجاب لاحقا بعد العملية، بيضل في تأثير مباشر هون؟ يعني بيفرق إذا أصيبت المرأة بالمرض قبل الإنجاب أو بعد الإنجاب؟ Supposing that the patient is in childbearing age, it is differ that she can get the disease before getting pregnant. Like there is a high percentage before pregnancy to get this disease, or after pregnancy. You know, it is not a risk to be pregnant and have breast cancer. However, breast cancer happens in young women, and young women have babies. So it looks like breast cancer and pregnancy is related, but it's probably not clearly related, and pregnancy is not a risk. However, that being said, what we frequently see is that, you know, a woman is breastfeeding, and she has a red breast, and you think it's because the milk is coming in or because there's a problem. But these are early warning signs that you really should not ignore. It's very important that if you are breastfeeding, your breast is red and scaly and bloody, this is not normal, then you should really seek medical attention. بتقول لك انه يعني لا الحمل لا يؤدي لحدوث المرض، ولكن اثناء الرضاعه لو يعني لاحظتي اي تغيرات، اذا في خطوره تفرق يعني اصابه المرض قبل الحمل او بعد الحمل على البيبي. على البيبي. She's asking about the affection of the baby before childbearing, for delivery and after delivery. If the patient that had breast cancer and she had mastectomy. Okay. So if you had a mastectomy, you can no longer breastfeed because you don't have breast tissue. But everything else is normal. However, probably more than half of the women do not need mastectomy. There's no reason to take the breast off. We can take the tumor off. We do not need to do mastectomy. Very important. You need to present early with signs and symptoms, because if you detect tumor early, no mastectomy is needed. And certainly not on the other side.
ليس بالضرورة أي امرأة مصابة بسرطان الثدي أنه يتم استئصال الثدي، فبالتالي نرجع لنقطة مهمة اللي هي الاكتشاف المبكر للمرض. نعم. فكل ما كان الاكتشاف مبكرا كل ما كان العلاج فرص العلاج أفضل. نعم. فليس بالضرورة أن يتم استئصال الثدي في كل الحالات. نعم. رح نتوقف مع أول اتصال بحلقتنا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. مين معنا؟ حلا. أهلا حلا، تفضلي. ممكن احكي مع الدكتور؟ اكيد. شو الحل اللي حابه تستفسر عنه؟ بس كنت بدي اعرف كيف ممكن احمي نفسي من سرطان الثدي. نعم. واذا ممكن لو حصل استئصال للثدي ممكن انه نركب في جراحه تجميليه لمكان الثدي اللي احنا شلناه. نعم. حد سؤال؟ Okay. خليك معنا حلا. She's asking about how to prevent herself from getting this disease in the future. Very early screening. The best way to prevent having is early detection, early screening, breast self-exam, early mammograms. Is it to the doctor regularly? Not getting fat. Exercise. اوكي. بتقول بالكشف الدوري، يعني اللي هو الكشف الذاتي من جانب المريضه او من جانب الشخص العادي، المراه العاديه، الكشف الذاتي اللي هو شهري. ويفضل بعد انتهاء الطمس باسبوع. نعم. لانه اصلا فتره الطمس بيكون في تغيرات في الثدي، فبعد ما ينتهي الطمس باسبوع يفضل عمل الكشف الذاتي، وكمان الزيارات المتكرره للطبيب الدوريه للفحص الروتيني. نعم. وعمل الأشعة، فكلما كان ظهور يعني اكتشاف المرض مبكرا كلما كان أكيد. العلاج ومحاربة السمنة اللي هي بعمل التمارين الرياضية تغيير. نعم. النظام الحياة. رح نحكي كمان أدر كتير. معلش. تفضل. Other question. She asking about what the percentage or chances to have reconstruction after this breast mastectomy done. So there is a possibility to have another breast like breast reconstruction. Absolutely. Breast reconstruction can be done anytime. You had a mastectomy 20 years ago, you can have reconstruction now. Mm-hmm. You had reconstruction, it looks bad, you can have different reconstruction. Mm-hmm. No need for a woman to look not to be happy with her looks. عملية اللي هي زراعة الثدي أو إعادة الأنسجة ممكن تحدث في أي وقت، يعني لو المريضة كان عندها استئصال ثدي قبل 10-20 سنة فما في مشكلة، دلوقتي ممكن تعمل إعادة زراعة أو إعادة ترميم. نعم. حتى لو ما عجبها الشكل فيها ترجع تعمل ترجع تغير كمان. فإن شاء الله يا رب ما بتحتاجوها. شكرا لاتصالك حلا. رح نكون مع تقرير ولكن بدنا تعليق من الدكتورة باميلا على التقرير مباشرة. You have to give a comment on what they're showing now directly. To now speaking about what you see. Yes, doctor. This is a DNA. Mm-hmm. And this is how breast cancer is developing. Mm-hmm. You can see that there's a first is a gene that promotes tumor growth, and then the tumor gets stimulated and turns up normal, and it will grow and become a difficult cell. And then when the cell becomes abnormal and it can divide, it becomes bigger and bigger and bigger, and that's how mm-hmm. tumor forms. Mm-hmm. تفضل دكتور. هي عبارة عن خريطة وراثية توضح كيف حدوث المرض. عندنا أمامنا واحد من الجينات بيتعرض لطفرة جينية اللي هي تعتبر ميوتيشن، تسمى ميوتيشن، يتعرض لطفرة جينية من خلالها يحدث تسريع في عملية معدل انقسام الخلية. فبالتالي كل مرة الخلية تصبح كبيرة فأكبر فأكبر. هون بيصير في يكبر الورق. And as the tumor gets bigger. It forms blood vessels around it, and then it can enter the bloodstream. And once it's entering the bloodstream, it can travel from the breast to other parts of the body. فبالتالي كل ما زادت الخلايا طبعا بيكون كمية التغذية الدموية بالنسبة إليها كبيرة. وفي كمان بعض من الخلايا السرطانية تدخل في مجرى الدم تستغير في مناطق اخرى، يعني بدل كان في الثدي فقط ينتشر لاماكن اخرى في في الجسم. But the goal of breast cancer treatment is to find it when it's very early, when it's only in the breast, before it has spread to the rest of the body, because then in more than 90% women are cured.
Again, you can. Mm-hmm. Again, you can see. So if you have tumor that is limited to the breast, mm-hmm. and not gone elsewhere, mm-hmm. is 95% chance mm-hmm. to be cured. فبالتالي الاكتشاف المبكر. يعني إذا كان اكتشفنا السرطان وهو لساته في الثدي، فنسبة العلاج 95%. يعني يفضل الاكتشاف المبكر. إذن شو عم نشوف؟ And you see here that the tumor can travel to the bones, it can travel to the lungs, but we want to prevent this. We don't want the tumor to spread anywhere. So it's really important to go for early detection, self-exam. If you find any lumps or any abnormalities in your breast, mm-hmm. seek medical attention. ممكن نذهب إلى العظام، ممكن نذهب إلى الرئتين، ممكن نذهب إلى لمنطقة الحوض، فأي ممكن نذهب إلى الكبد. فبالتالي إذا كان في اكتشاف مبكر ففرص العلاج طبعا نعم. تكون اكبر. اذا يعني سرطان الثدي ممكن يكون مسبب لسرطانات اخرى بالجسم. ايوه ينتشر في مناطق اخرى من البطن من الجسم. نعم. نتابع عفوا ما سمعت من الكنترول. نعم. نعم. راح يكون في معنا اتصال اخر، انقطع الاتصال بعد شوي. ممكن سرطان الثدي ياثر على وظائف حيويه اخرى للجسم؟ She's asking about the effect of the breast cancer on the other physiological and biological activity of the body. If you have breast cancer, so first step is you may have a biopsy to diagnose breast cancer. If you have surgery, typically surgery takes a few days to recover, otherwise no side effects. Okay. If you have chemotherapy, you may get sick for a short period of time, but there are no long-term side effects. But probably 70% of women do not need chemotherapy nowadays. We have much better treatment. You don't lose your hair, you don't get sick. Mm-hmm. Often you only need a pill, no chemotherapy. Mm-hmm. No. I think she's asking about the effect of the breast cancer generally on the body, the breast cancer before we go into the treatment. But breast cancer does not have an effect on the body unless it spreads to the body. هو عموما ليس لديه أي أعراض على ال 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 الجسم إلا إذا انتشر في باقي الأعضاء. نعم نحن راح نروح لفاصل ونرجع معكم دكتور باميلا ودكتور رندا. إذا فاصل قصير مشاهدينا ونرجع نستكمل حلقتنا، خليكم معنا. نتابع معكم مشاهدينا حلقة اليوم من صحة وحياة، ومذكر أنه هذه الحلقة خاصة بالتوعية بمرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر. إن شاء الله كل الصحة للجميع ولك سيدتي تحديدا. بحلقة اليوم نساهم بنشر التوعية وهذا دورنا كمؤسسة إعلامية. طبعا بنشكر مشاهدتكم وبنشكر مستشفى زليخة في الشارقة يلي أيضا عم تساهم بنشر هذه التوعية وهذا التثقيف حول مرض سرطان الثدي، وتستضيف دكتور باميلا مونستر بروفيسور سارة في الطب العام، مرشدة في برنامج تطوير علم المداوات، مديرة برنامج البحوث السريرية في المرحلة المبكرة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو. برحب فيك عن جديد دكتور باميلا، ويلكم. اند دكتور رندا محمد احمد كمان طبيب ممارس عام من مستشفى زليخة في الشارقة، برحب فيك عن جديد. اذا كنا عم نحكي انه سرطان الثدي على المرأة انه هي يكون عندها الوعي الكافي لفحص ذاتي شهري بعد اسبوع من حدوث التمرين.
في حال تم اكتشاف بعض الأورام أو التكتلات وتوجهت للطبيب المختص، كيف بتتم الإجراءات والفحص الإكلينيكي؟ Okay. She's asking after discovering that she had a lump and she go to the doctor, what the next step? Most importantly, don't be scared. The first, the next step is probably a form of imaging, either mammogram, ultrasound or MRI. The first thing you want to see is how big is the tumor. The next step is like when we get a sense how big a tumor is, we want to take a piece of the tumor and examine it under the microscope. Typically we do this with a tiny needle, we stick it into the tumor, draw a little bit back and put it on a slide and then look at it. بعد اكتشاف المرض يعني حس بانه في تغيرات يعني ما نقول مرض في تغيرات اكتشفت انه في تكتل وذهبت للطبيبه فبتخضع لعده فحوصات اللي منها الخزعه اللي هي بتكون عن طريق السونار يعني بالتصوير بيدخلوا ابره بياخذوا جزء من الخلايا الوراميه هذه وتبعث له الفحص بالمجهر لتحديد اذا هي ورم حميد او أيوة. ايوه في ثاني نوع من الفحوصات اللي هي الفحص الاشعاعي او الماموجرام نعم ايوه ولو ممكن نعمل رنين مغناطيسي كمان بالنسبه للثدي فهذه الفحوصات بتخضع لها المريضه على حسب النتائج تقرر الطبيبه المختصه نعم وفي حال كان So this will tell us A, how big is the tumor okay what is the type of the tumor and how we treat it So with this examination of imaging and biopsy or pathology that gives us already the first idea of a treatment plan. بهذا الفحص الكلينيكي والفحص المجهري والإشعاعي بيعطينا يعني فكرة عن حجم الورم ونوعه وكيف العلاج بتاعه. نعم. في حال تم اكتشاف مرض سرطان الثدي عند المرأة وهي حامل هون قديش في وضع خاص وحساس جدا للعلاجات لأنه المرأة حامل. She's asking about the pregnancy. During pregnancy, if you accidentally discover that this patient, pregnant woman, she had breast cancer. So what's the modalities for the treatment? So if you're pregnant and you have breast cancer, obviously we don't want to do a mammogram. We want to do ultrasound. However, if the tumor is really, really far advanced and we need chemotherapy, it is safe to do chemotherapy during pregnancy. So no need to interrupt the pregnancy and no need to delay treatment. We can treat during pregnancy. With chemotherapy. With chemotherapy, yes. ما في أي أثر سلبي على الحمل. بتقول لك يعني حتى مع الحمل لو ظهر المرض بنتفادى الماموجرام اللي هو الإشعاعي لأنه ممكن يعمل تشوهات بالنسبة للجنين. ممكن نعمل السونار اللي هو التلفزيون. وممكن ناخذ لو كان الورم شيء كبير خالص ويعني وفي مراحل متقدمه ممكن المريضه تخضع للعلاج الهرموني اللي هي الكيموثيرابي ما بيأثر الحمل ايوه ما بيأثر نسمع كثير اشخاص بيخافوا من عمليه الجراحه ذاتها لانه قد تؤدي الجراحه لانتشار الورم قد ايه هون هذه المعلومه صحيحه وشو بتم في حال كانت صحيحه Some patients are afraid from going to the surgery because they thinking that this will spread the cancer all over the body if they go for this surgery. Once the surgeon catching the tissue, this will spread all over the body. We used to think that if you do surgery that would spread the tumors. We know now, we have treated hundreds of thousands of women, we know that surgery does not spread. Surgery can actually cure you from breast cancer, so you should not be afraid to have surgery, you should be afraid not to have surgery. الحمد لله المفاهيم تغيرت الحين يعني العمل التدخل الجراحي لا يؤدي لانتشار المرض. هذه المعلومة مهمة جدا لأنه في مفهوم أيوة صح التدخل الجراحي لا يؤدي لانتشار المرض ويعني لا تخافي من التدخل الجراحي ولكن خافي من عدم التدخل لأنه ما عم تخضع للعلاج ما في إهمال حكينا عن العوامل المعروفة بشكل عام الوراثي والسمنة واللايف ستايل وفي بعض الحالات اللي بتكون فردية وهو تعرض المرأة لأدوية هرمون خاص العلاقة بالطبع
الطمث، إلى علاقة بمنع الحمل، إلى علاقة بسن اليأس. هذه التوليفة من الأدوية أو الأشياء اللي بتخضع للمرأة، وأحيانا حتى أدوية التنحيف بيكون فيها نوعا ما بسمع كتير فيها مخاطر على المرأة من هذه الناحية، هدول قد ايه بيلعبوا دور سيء لإيصال المرأة إلى سرطان الثدي؟ Apart from the common causes or risk factor for the breast cancer, like obesity, like family history, like lifestyle, like that, there is other causes like the taking some medication, like contraceptive pills, like some supplement for losing weight, So birth control pill is not the cause of breast cancer. Mm-hmm. However, hormone replacement therapy is. Fertility pills is still not quite clear whether it is a risk or not a risk for breast cancer. So we still have a lot of studies ongoing to see whether fertility treatment causes breast cancer. We don't think it does, but the jury is not completely out there. بتقول لك حبوب منع الحمل هذه طبعا في فهم ايضا موجود بتقول لك لا تسبب بالرغم من انه فيها هرمونات طبعا وفي يعني تغيير في الهرمونات بس لا تسبب لا ليس بالضروره ان تكون هي مسببه لسبب سرطان الثدي نعم اوكي That's all. حكينا من شوي انه المراه الحامل ممكن تخضع لعلاج في حال تم اصابتها بسرطان وكان متقدم في مرحله متقدمه طب عند الولاده وهي عم تخضع للعلاج هل تستطيع الارضاع ام هناك تاثير لانه اوريدي عم تاخذ ادويه She's asking for the after delivery that pregnant woman with breast cancer and after delivery she can feed her baby she's already taking this chemotherapy she can feed her baby Well, we don't want someone who has chemotherapy to breastfeed because the chemotherapy can be in the milk. Mm-hmm. We don't want the baby to have the chemotherapy in the breast milk. And we don't want hormonal therapy in the breast milk either because if you have a female baby, you have an anti-estrogen, that's not ideal. Mm-hmm. If you have a male baby, you have a hormone therapy with female hormones, it's not ideal. So. That is probably not a good time for breastfeeding. لا تنصح بالرضاعة الطبيعية. خاصة إذا كانت الابنة يعني طفلة وليس طفل. What we sometimes do if we have time is like we'll interrupt the treatment for a short period that the you can breastfeed because we know breastfeeding most important breastfeeding is first two months. أو في بعض الأحيان ممكن نقطع العلاج الكيميائي يعني لفترة الشهرين الأوائل. تحديدا لان هي اهم فتره بعد الرضاعه بالنسبه للبيبي ممكن يقطع العلاج لفتره شهرين وبعد ذاك يعني اذا تم توقيف العلاج هون العلاج اللي اخذته مسبقا ما بيكون يعني مؤثر بالجسم that if we interrupt the therapy she asking about the previous one cannot go directly to the breast milk the half life of the chemotherapy is pretty short so it doesn't stay in your bloodstream for long so within a week the chemotherapy is gone from your blood and milk اللي هي فتره زمنيه للهرمونات لعمل الهرمونات داخل الدم يعني فتره قصيره فتره حياتيه بتاعتها قصيره اسبوع وبتقدر فما في مشكله يعني بالنسبه للجراحات رح نحكي عنهم بعد شوي ولكن رح نستقبل اتصال اخر الو مساء الخير مساء النور يا هلا مين معنا؟ معك هتاف محمد اهلا هتاف من وين عم تحكينا؟ انا بحكيك من الشارقة اهلا وسهلا فيك تفضلي عن شو حابة تستفسري؟ والله حابة اسأل بالنسبة للأورام السرطانية إذا الإنسان اكتشف من بدايته هل ممكن يتفادى عملية جراحية؟ يعني بالأدوية ممكن الشيء يسوى في البداية ولا لازم عملية جراحية؟ نعم عند الاكتشاف المبكر هل يمكن تفادي الجراحة والتفاق بالعلاج؟ تمت الإجابة عن السؤال في البداية لأنه المشاهدة هلا معنا لا تحتاج إذا كان هو الاكتشاف مبكر يعني هي في من البداية دكتورة بام يعني وضحت أيوة إنه ما شرط أي سرطان بتاع ثدي ممكن يا أخي يخضع لعملية جراحية فكل ما كان الاكتشاف مبكر أيوة يعني ممكن لو احتاجت لعملية جراحية جزء صغير من الثدي ممكن يتشال نعم She's asking about that repeated question if it discovered earlier so we can go for surgery it is mandatory to go for surgery or not
If you discover a tumor early, then all you have to do is cut the tumor out. Mm-hmm. You do not have to remove the breast. I think it's really important that early detection means very limited surgery, and we really want to protect our breasts. Yeah. We don't want to remove the breast. Mm-hmm. But if you had a lump here, you would just cut the lump out. You wouldn't take the arm off, right? Same with the breast. Yeah. عندك استفسار آخر هتاف؟ أولا عندي سؤال تاني. تفضل. أنا بسمع بالعقد العقد الليمفاوية تحت الأبط. ممكن تتحول لمادة يعني لمادة سرطانية ولا مش كلها؟ نعم. Okay. خليك معنا. She's asking about the lymph node. Yeah. Under the armpit. So lymph node is the first place where breast cancer goes. So if breast cancer gets bigger, it can go to the lymph nodes in the breast. If that's the case, we like to take the lymph nodes out. الغدة الليمفاوية هي أول مكان في 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 الجسم يذهب السرطان أو يذهب إليه السرطان اللي هي الغدة الليمفاوية. فإذا حصلنا مريضة وعندها سرطان الثدي وكان في يعني غدة ليمفاوية فهذه الغدة الليمفاوية تزال. نعم. وهو ما بتشكل خطر يعني مجرد ما نشيل هذه العقد الليمفاوية المصابة بالسرطان ما فيها خطورة. She asking about the risk after that after removal of this infected lymph node. So there is possibility to spread of the this cancer again after removing of this infected lymph node. No, the goal of removing the lymph node is to prevent it from spreading. So again, surgery does not cause spreading of the cancer. Surgery removes the spreading. What happens is it goes from the breast to the lymph nodes. But if you leave it there, then it will go from the lymph nodes to somewhere else. So it's really important to remove it early. لو تمت إزالة القدة الليمفاوية من البداية وهي أصلا كانت حاملة للمرض فبالتالي احنا منعنا انتشار المرض لمناطق أخرى. ولكن إذا كانت تظل موجودة أو حاملة للمرض يعني للأسف المرض حينتشر في باقي الأعضاء. نعم. شكرا لاتصالك هتاف محمد. شكرا لكم. شكرا كل السلامة للجميع. رح ناخد فاصل أخير بحلقة اليوم نرجع نتابع معكم. إذا مشاهدينا خليكم معنا. نستكمل معكم مشاهدينا حلقتنا من صحة وحياة وبرجع بكرر عم نحكي عن سرطان الثدي بهذه الحلقة. برحب فيكم عن جديد وبرحب بضيفتي دكتور باميلا مانستر وأيضا دكتور رندا محمد أحمد من مستشفى زليخة الشارقة. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. وصلنا لمرحلة أنه تم تشخيص المرض إكلينيكيا يعني ذهبت المريضة إلى الطبيب المختص وهناك اتجاه للعملية الجراحية. بناء على شو بيتم تحديد العملية وهل أحيانا بيكون في عند المريضة عن جد الاختيار أو لا مجبرة للخضوع لهذه العملية؟ Okay. She is asking after that we make a confirmation that this is a diagnosis of breast cancer. What the modalities for the treatment? Like there is only one option for surgery or there is other choices for treatment? Well, it all depends on how big the tumor is. It's like the most easy way of treating breast cancer is to do a lumpectomy, just removing the small tumor. Mm-hmm. If the tumor is really big and we have to remove the breast and we don't want to do this, we sometimes give chemotherapy first. We make the tumor smaller so we don't have to remove the breast. Mm-hmm. The goal really is like we don't want to do any mastectomies. Mm-hmm. If we can help it, we do smaller surgeries. بنرجع للبدايات. كل ما كان الاكتشاف المبكر هي أهم كانت ولكن التكتيف جدا مهم. أيوه. طبعا. فبالتالي إذا أنت اكتشفت المرض في بداياته وكان حجم التكتل صغير فبالتالي يعني ما في حاجة لأنه نشيل الثدي كاملة. طب في حال كان اكتشاف متأخر فبنعمل أول حاجة كيميوثيرابي أو راديوثيرابي اللي هو العلاج الإشعاعي. نعم. على أساس إنك تصغر حجم الورم فبالتالي كل ما صغرت كمية الورم في الثدي عملية حصر لهذا يتحصر الورم فبالتالي برضو يعني بيديك فرصة إنك ما تشيل الثدي كله بس بتشيل الورم اللي هو لساته مظل موجود. طب لما نشيل هذا الورم حتى لنقول حجم معتدل رح يبين الفرق بالثدي إذا نحن استأصلنا فقط الورم. هونك ترميمياً شو بتخضع المريضة وخاصة إن هي ما شالت الثدي. If she's going to the partial mastectomy, so how we can reconstruct that? Not total mastectomy, like partial.
If you have partial mastectomy, you don't need to reconstruct. Typically, the tumor is so small that we don't need to reconstruct. Mm. If there's a little bit of a hole, mm-hmm. if it's a hole, you can sometimes take fat tissue from here and move it up here. Mm-hmm. So you can make a little bit of a reduction of a fat here and put it up here. Yeah. ممكن يتم بنفس العملية. It can be at the same time. Huh? Yep, we can be at the same time. بتقول إنه يعني إذا كانت الحجم الورم اللي هو المستأصل أو الجزء المستأصل من الثدي كان صغير أو عمل فجوة نقول عمل فجوة فما يعني لا نحتاج إلى عملية ترميم كاملة للثدي. ممكن نعمل حاجة اسمها الليبوسكشن اللي هو إنك تشفط كمية من الدهون في يعني من منطقة البطن وتحقن في هذه المنطقة المجوفة وممكن تتعامل في نفس الوقت يعني ممكن. العمليتين هون طبعا بس بيكون تم المباحثات مع المريضة لأنه هي منا عارفة حجم الورم إذا هي منا عارفة بيقدر يأخذ الطبيب هذا القرار خلال العملية منا عارفة حجم الورم بالضبط أو إذا حيصير في فجوة أو لا She's asking that during the operation, and you found that this is a small size or like not too much bigger, and you can do it from your side, like the decision for the liposuction and implantation. It can be from decision. Suppose that the patient is not knowing about the process. Typically, when we do the imaging, like mammogram and ultrasound, you get a good idea what the size is. Yeah. Mammogram and ultrasound is very precise about how big the tumor is. So you should have proper surgical planning. And so if you take the breast surgeon and the plastic surgeon, they're often in the same operation. I also know that sometimes when the surgeon gets surprised, they call the plastic surgeon who is in-house and they do it. But all of these things can be done later. So if you're not happy with the current outcome, you can do it later. This does not have to be done at the same day. يعني شيء ممكن اللي هو يعني يحدث لاحقا. يعني هي يعني في أشخاص ما بيحبوا يخضعوا للعملية والتخدير مرتين. She's asking some patients are not willing to go for operation and anesthesia for two times. So that means a patient have no willing to go again for this operation. So the decision will be from your side because patient is already anesthetized now. Not aware about the process, and you have like not too much bigger tumor, so you can go directly for liposuction and reimplantation. Yes, you can. So the plastic surgeon and the breast surgeon they are used to do this operation. So if it's a very easy operation to bring in a second person, and you're absolutely right. When we already like under anesthesia, we don't want to repeat this twice, and so that's typically not a problem. And I think, but when we discuss with patients about about treatment option, because all the treatment options we go through: lumpectomy, partial mastectomy, mastectomy, chemotherapy first. So it's not when by the time you have your surgery, everything has been discussed, and we also discuss like, okay, we find this, we do this. So a lot of patients have clear idea like. هو الشيء المفترض انه من البدايه انت بتجلسي مع المريضه واز التيم بيكون في السيرجون بلاستيك سيرجون بيكون في الانكولوجيست بيكون في الاستاف في السوشيال وركرز بيكون في السايكاتريست اللي هم اخصائي الطب النفسي واخصائي العمل الاجتماعي والكل الاستاف الموجود في المستشفى يعني رح يتم الافضل للمريضه كاش العمل فمن البدايه بتوضح للمريضه انه الحجم بتاع الورم اذا كان صغير بس بنشيل جزء منه اذا حصل التجويف ممكن نسحب لشيء اخر انه نسحب جزء من الدهون ونعمل اعاده زراعه طبعا الوقت كمان دهمنا ولكن سؤال مهم جدا في حال تم استئصال الثدي بالكامل وزراعة ثدي تجميلي المرأة هون هل تستطيع أن تكون مرضعة؟ She's asking after total mastectomy, radical mastectomy and re-implantation so she can use that breast for feeding? No, if you remove the breast there's no breast feeding from there وإذا كان في بس إذا استئصال جزئي it's okay. But remember often we only do one side we don't do both sides you can breastfeed on the other side. ممكن ترضع من الثدي السليم نعم خلاصة هيك نصائح مفيدة للمرأة لتحافظ يعني كوقاية على صحة ثديها. Advices and your recommendation for the ladies. It's really important to not be scared of breast cancer. Breast cancer is
curable. Mm-hmm. It can leave you with very little detriment if you detect it early. Mm-hmm. So early detection, mm-hmm. and then lifestyle changes. Like, I think it's really important to do exercise and be aware of who's at risk. And then in some families with very strong family history where there's several first degree relatives are affected, we probably would recommend to do a genetic testing. Mm-hmm. So where we look at whether someone carries a gene that predisposes you for high risk of breast cancer. Mm-hmm. In those women, we probably would recommend some prophylactic surgery. No. Mm-hmm. Okay. يعني تنصح كل النساء بأنها تعمل تكون على وعي تام بمرض السرطان الثدي، يعني لا تخافي من مرض سرطان الثدي لأنه هو قابل للعلاج. لأنه هو يعني الحمد لله اكتشفت الحين كثير من العلاجات والخيارات في العلاج وفي الفحوصات. فبالتالي هو شيء يمكن علاجه. فمن البداية يعني أهم نقطة نحب نذكر بها ونقررها الاكتشاف المبكر. أيوه. الاكتشاف المبكر والتغيير في نظام الحياة. نحو يعني الأفضل نظام صحي، نظام صحي أيوة، تغذية صحية، الرياضة، الابتعاد عن العوامل التي ممكن أن تزيد إمكانية الحدوث مثل الكحول والتدخين وكذا، وإذا كان أصلا في تاريخ مرضي في العائلة يعني لازم يكون فحص، لازم يكون في فحص لكل الأفراد بتاعين العائلة. نعم. شكرا لك دكتور باميلا مونستر، بروفيسورة في الطب العام، مرشدة في برنامج تطوير علم المداوات، مديرة برنامج البحوث السريرية في المرحلة المبكرة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو. Thank you for being here دكتور باميلا. It's been a great pleasure being here. Thank you very much for having me. Thank you. And كمان بدنا نشكر وجودك معنا دكتور رندا محمد أحمد. كمان حضرتك طبيب ممارس عام من مستشفى زليخة في الشارقة. بدي أحيي مستشفى زليخة في الشارقة على دايما مبادراتها أيضا لنشر الوعي، وأيضا بدي أشكر وجودكم معنا وبدي أشكر متابعتكم مشاهدينا. إن شاء الله يا رب بنقدر نوصل لأكبر عدد من الناس من خلال رسالة نشر الوعي لصحة ووقاية أفضل. من برنامج صحة وحياة نلتقيكم في موعد آخر. تصبحون على خير. شكرا كثير.